تقلب القدرة على فمها تطلع البنت لمها. هاد المثل الشعبية كتقال بزاف ملي كيبغي شي حد يبين شحال البنت طالعة كتشبه لماماها، ولكن واش عارفين القصة ديالها؟ يحكى انه في قديم الزمان كان واحد الشاب اللي وصل لسن الزواج وبدا كيقلب على زوجة اللي يكمل معاها حياته، وملي بقى كيقترح اي بنت لماماها كانت كتقول له لا يا وليدي هاد البنت بلاش لانني رضعتها واختك في الرضاعه. وفعلا هاد الشاب بدا كيقلب بعيد على الجيران والعائله، وبالرغم من ذلك كان اي وحده كيتلاقى بها ويقرر يتزوجها كتطلع اخته من الرضاعه، فكانت اي بنت مناسبه للزواج وباقا عازبه سبق الماما رضعتها. هاد الشاب تعصب من ماماه اللي كانت حنينة وسخية بزاف واللي خلات البنات ديال المدينة كلهم خواتاتو، وحتى قرب يفقد الامل نهائيا في الزواج بسبب ان ماماه بغات تكون ام الجميع، وهو يتلاقى مع واحد المرأة في السن ديال ماماه كانت باقة بلا زواج. وبالرغم من ان فارق العمر كان باين وواضح بينهم الا انه فرح انه اخيرا غادي يتزوج، وفعلا عرفها على ماماه وحددوا نهار ديال الزواج. والنهار اللي كان مع الحضور وصافي غادي يتزوج من بعد دقائق جا خالو لعندو كيجري كيقول لهم يوقفوا هاد الزواج، وقال له جدتك كتسلم عليك وقالت لك راها رضعاتك هاد السيده اللي بغيتي تتزوج بها، يعني راها خالتك في الرضاعه. يعني الام ديالو شبهت للام ديالها، والسخاء ديالهم حرم على ولادهم انهم يتلاقوا الزوجه سواء في جيلهم ولا في الجيل اللي سابقهم. ومن هنا بدات كتقال هاد المثل ديال تقلب القدره على فمها تطلع البنت لامها.